نعود للتاريخ، في 6/1/1131 هجري بعد حادثة أو قصة أم جحيم سنة 1131 هجري، السيد عباس بن علي المكي الحسيني، هذا من الأشراف، كان من سكان العراق وذهب للحج، ذهب إلى مكة ومر على حائل ووصفها بأروع وصف، ولم يذكر اسم أميرها في ذلك الوقت. يقول في كتاب نزهة الجليس: فأتينا على جبل شمر، والكل منا لذل الانشراح قد شمر، وهناك قرية تسمى حائل، ضرب الأنس بينها وبين الهموم بحائل، وهي ذات أشجار ونخيل وعيون وآبار وطيور وأزهار وبساتين واسعة وثمار، وكأنها روضة من رياض الجنان، وأهلها عرب كرام شامل كرمهم الخاص والعام. أيضا قال عنها عباس الموسوي في كتاب لمع الشهاب وصف حائل أنها شام نجد، أطلق عليها هذا اللقب أنها شام نجد لجمالها.